قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء يبدأ قيام الليل. خاص كذلك من جمع تقديم مثلا كالمسافر مثلا، أو أحيانا في سبب المطر أو غير ذلك نجمع، أو الخوف نجمع جمع تقديم، متى ما صليت العشاء بدأ قيام الليل. كل صلاة بعد العشاء فهي من قيام الليل، ويستمر قيام الليل إلى أذان الفجر الثاني. قيام الليل يستمر من بعد صلاة العشاء أداء، يعني من صلى العشاء، يعني لو واحد صلى العشاء في مسجد آخر مثلا يتأخر في إقامة صلاة العشاء، الذي صلى العشاء بدأ معه قيام الليل، ويستمر قيام الليل إلى أذان الفجر الثاني، يعني دخول الفجر الصادق، هنا ينتهي وقت قيام الليل.